إذا كان الإنسان في دورة المياه وأراد أن يتوضأ للصلاة، كيف يبسمل وهو في دورة المياه؟ وهل يصح الوضوء بدون بسملة؟ أفيدونا بالجواب. التسمية في أول الوضوء واجب من واجبات الوضوء على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بقوله تعالى: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان فيه مقال، إلا أن هناك أحاديث تؤيده وتشهد له في الجملة. أما عند جمهور أهل العلم فيرون أن التسمية في الوضوء مستحبة وليست بواجبة. وعلى كل حال، فدورة المياه ليست محلا لذكر الله عز وجل، بل يحرم ذكر الله في مواضع قضاء الحاجة، لأن هذه مواضع خبيثة ومواضع ممتهنة، واسم الله جل وعلا يكرم ويعظم من أن يذكر في المواطن غير اللائقة. فهذا المتوضي إذا أراد أن يدخل الحمام فإنه يقول بسم الله قبل دخوله، ويكفيه هذا عن تسمية عند بداية الوضوء، بل يسبقها عند الدخول وتكفي إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وعظم الله مثوبتكم.